مباراة مهمة جدا، أول مباراة لينا في الموسم وأول مباراة لينا في كأس أفريقيا ضد ملعب التونسي. ملعب التونسي اللي كما نعرفوا كنا عمل موسم محترم جدا السنة الفارطة، الموسم المنقضي هذا الأخراني خذا كأس تونس، ترتيب محترم جدا في الدوري التونسي، قارين ألف حساب بالمنافس هذا متاعنا. نعرفوا أنه المشاركة هذه مهمة جدا بالنسبة لي هو، احنا زادة حاضرين جاهزين، عملنا تحضيرات بداية موسم على مستوى عالي جدا الحمد لله. صحيح انه ما عندناش مباريات رسمية في دون لي جامب دي جوور، مي جو بونس كو ان شاء الله حاضرين وجاهزين. لعبنا عدة مباريات ودية مش مثل المباريات الرسمية. صحيح ايضا انه الفريق الكل بسبب صفة بنسبة تقريبا 80% تجدد بالنسبة ليو اسما، لكن الحمد لله اللاعبين جدد أعطاه معناها لمسة جديدة، فما لحمة صارت موجودة بين اللاعبين، وإن شاء الله نوريه وجه مشرف ضد الملعب التونسي.